الموسم الثامن عبقرية المدارس ومباراة قوية جدا في دور الثمانية، وهفكركم بالنتيجة. 80 المصرية للغات، 100 رفاعي الطهطاوي. ورفاعي الطهطاوي حصل عندنا تغيير واحد بس، يحيى خالد نزل مكان طارق أحمد. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. مدرسة رفاعي الطهطاوي اختارت أحمد محمد، ومدرسة المصرية للغات اختارت محمد الشريف. محمد، مين هبتدي الأول؟ أنا. بالظبط كده. أحمد محمد، تفضل عن سمر، هتسمع أغنية وترجع لها تاني. محمد الشريف، أنت خلاص عارف تحت الضغط. 10 أسئلة و45 ثانية، لو الإجابة مش عندك هتقول إيه؟ نيكست أو باس، معرفش. بالظبط كده، أي حاجة، بس لو فضلت ساكت أنا هفضل ساكت. اتفقنا؟ جاهز؟ تعال نطمن على أحمد محمد كده. تمام؟ تحت الضغط كاونتر. ما هو نظام الحكم في دولة سيشل؟ جمهوري. صح. في أي قارة تقع بحيرة فانرين؟ أوروبا. صح. كم عدد ألوان علم دولة لايبيريا؟ 2. غلط. من هي الفنانة التي قامت بدور حنة في فيلم شمس الزناتي؟ بوس. إلى أي دولة أوروبية تتبع مدينة مونترو؟ كندا. غلط. ما هو رمز الكيميائي لعنصر الكوبلت؟ CO. صح. A Midsummer Night's Dream هي مسرحية لأحد شعراء الإنجليزيين. صح. من هو الفنان الذي لعب دور عبد المجيد في مسلسل بنت اسمها ذات؟ بس مصمم. صح. زعيم مصر قاد معركة كفر الدوار ضد القوات البريطانية. صح. برافو عليك يا محمد. اتفضل يا محمد. كم إجابة صحيحة؟ كويس إن أنت عارف كمان. برافو عليك. سمر، عايزين أحمد محمد ينضم لينا. 6 إجابات صحيحة ب 30 نقطة. برافو عليك. برافو عليك محمد، تحت الضغط ما هي سهلة. أحمد محمد تفضل مكاني. أحمد محمد، تفتكر محمد شريف جاوب على كم سؤال صح؟ 6. انت شفته هو بيعمل عليا. تمام، برافو عليك، برافو عليك. طيب لو الاجابه مش عندك هتقول ايه؟ بص نكست، ما اعرفش. اهم حاجه انك ما تسكتش. انت لو سكتت هتسكت حضرتك. بالظبط كده، اتفقنا؟ جاهز ان شاء الله. تحت الضغط كاونتر. ما هو نظام الحكم في دوله سيشل؟ جمهوري. صح. في اي قاره تقع بحيره فنرن؟ اوروبا. صح. كم عدد الوان علم دوله لايبيريا؟ 3. صح. من هي الفنانة التي قامت بدور حنة في فيلم شمس الزناتي؟ باص. إلى أي دولة أوروبية تتبع مدينة مونترو؟ إيطاليا. غلط. ما هو رمز الكيميائي لعنصر الكوبلت؟ CO. صح. A Midsummer Night's Dream هي مسرحية لأحد الشعراء الإنجليزيين، فمن هو؟ شكسبير. صح. من هو الفنان الذي لعب دور عبد المجيد في مسلسل بنت اسمها ذات؟ باسم سمرة. صح. زعيم مصري قاد معركة كفر الدوار ضد القوات البريطانية؟ أحمد عرابي. صح. برافو عليك. ما شاء الله. أحمد محمد 7 إجابات صحيحة، ومحمد الشريف 6 إجابات صحيحة، ولكن محمد الشريف هتدي هدية 10 نقط لأحمد محمد. كلنا نذكر أحمد محمد ومحمد شريف، اتفضلوا. طبعاً 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 أنتوا الاثنين تستحقوا فعلاً التشجيع، ما شاء الله عليكم أنتوا الاثنين. أحمد محمد برافو عليك، 7 إجابات صحيحة ب 35 نقطة و10 نقط كمان هدية من محمد الشريف، يبقى كده النتيجة 145 مدرسة رفاعي الطهطاوي. مدرسة المصرية للغات محمد الشريف كم نقطة؟ 30. 30 نقطة، وكده النتيجة 110 المصرية للغات. تعالوا نشوف الأول الأسئلة اللي ما جاوبتش.
من هي الفنانة التي قامت بدور حنة في فيلم شمس الزناتي؟ سوسن بدر. سوسن بدر. إلى أي دولة أوروبية تتبع مدينة مونترو؟ سويسرا. في سويسرا. هي دي الأسئلة الوحيدة اللي ما تجاوبتش. مباراة حلوة الحقيقة. جدا. مباراة قوية. أنتوا الاثنين ما شاء الله عليكم. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. 25 نقطة لمدرسة واحدة بس، وأول اتنين كريم وسارة. سارة وكريم. وهنشوف السؤال الأول والهدف الأول لمدرسة مين؟ 110 و25 كام؟ 135. يعني الفرق هيبقى 10 نقط. 145 و25 170. هتحاولوا تهربوا بالمباراة. هنشوف. السؤال الأول. أدب. ما اسم شخصية المحققة الشهيرة في روايات أجاثا كريستي؟ في كل روايات أجاثا كريستي اسمه إيه يا كريم؟ شارلوك هولمز. شارلوك هولمز. إجابة خاطئة. سارة في إجابة؟ ما فيش إجابة. في حد عنده إجابة؟ آسر، هشام، إجابتك؟ فارو. فارو صح. الإجابة الصحيحة هيركيول فارو. تفضلوا أحمد محمد ومحمد الشريف والسؤال الثاني، وروح رياضية وما عندناش أي أهداف. بما إن في روح رياضية فهنسأل سؤال في الرياضة. تمام. السؤال الثاني رياضة. إيمانويل لاسكر هو بطل عالمي في إحدى الرياضات، فما هي؟ رفع أثقال. رفع أثقال. إجابة خاطئة. مش رفع أثقال. تزحلق على الجليد. بصراحة جديدة يعني، ما عدتش علينا قبل كده دي. يعني انت رحت مكان انا بقالي 5 سنين واقف هنا، عمر ما حد قال الإجابة دي قبل كده. تصدق بقى ده مش إجابة غلط، دي إجابة قنبلة. إجابة قنبلة. زحلق على الجليد. الإجابة الصحيحة الشطرنج، وده بطل عالمي في رياضة الشطرنج، عشان كده حبينا نذكر اسمه. يلا مين بعد كده؟ آسر ومختار. ما عندناش أي أهداف، مع إن الماتش ده ماتش أسئلة كتيرة جدا اتجاوبت فيه. السؤال الثالث جغرافيا. في أي دولة آسيوية يقع الجبل البركاني ميرابي؟ الهند. الهند. إجابة خاطئة. اليابان. اليابان. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة إندونيسيا. للأسف الشديد ما بقاش في أي إجابات صحيحة في ضربات الجزاء. ندى السؤال اللي جاي. يا 110 يبقوا كام؟ 135. يا 145 يبقوا 170. سؤال الرابع ب 25 نقطة. لو ما فيش إجابة هنلعب على الهدف الذهبي. سؤال ب 25 نقطة. سؤال الرابع تاريخ. كم مرة تولى نوبار باشا رئاسة وزراء مصر؟ كان أول رئيس وزارة لمصر، تولى كم مرة الوزارة؟ مرتين. اتنين. إجابة خاطئة. مش اتنين. ندى. ثلاث مرات. ثلاث مرات يا ندى. الهدف الأول. ثلاث مرات فعلا يا ندى.
هدف واحد ب 25 نقطة. فرق 10 نقط. خلينا يا يحيى نقول نبار باشا اتولى 3 مرات امتى؟ سنة 1878 ل 79 وسنة 1884 ل 1888 وآخر مرة سنة 1894 ل 1895 كان اسمها نزارة. جاية من كلمة ايه؟ ناظر. ناظر بالظبط كده. مباراة ممتعة من أجمل ماتشات الموسم الثاني. ماتش صعب عليا جدا الماتش ده. الحمد لله عملت اللي عليا في فقرة تحت الضغط وقدرت ان انا اجيب الفقرة ديت لصالحنا. انا قابلت احمد محمد لتاني مرة في ضربات الجزاء، كان نفسي اخطف منه الهدف الاول عشان اخطف تحت الضغط. مش هقدر اقول غير ان الاثنين قدوا اللي عليهم. انا كنت نازله وعليا مسؤوليه كبيره جدا وما كنتش مصدقه ان انا بعد كل التوتر ده جبت 25 بوينت لفريقي. الهدف الاول الاجابه ما كانتش عندي قوي، انا خمنتها بس طلعت صح. كنت اتمنى ان القرعه ما توقعش المدرستين مع بعض. طبعا خايف بس ان شاء الله ربنا هيوفقنا في عجله الحظ وان شاء الله نفوز. خلينا نروح نشوف عجله الحظ ومين اللي هيوصل للمربع الذهبي. المباراة رجعت تاني لنقطة تقريبا نقطة الصفر، فرق 10 نقط. هنخرج فاصل وهنرجع لآخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 100 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 10,000 جنيه بما يساوي 1,000,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 2,800,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر.